السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس القريب عن فارس العرب الأول وحش بني عبس ابن الحبشية أبي الفوارس عنترة بن شداد، الذي خاض المعارك العاتية وسفك الدماء الجارية، فزلزل قلوب الرجال وجندل الفرسان والأبطال، حتى صار على رملها وليس فيها أسد لا يخشى لقاءه، ولا شجاع لا يفرق من سيفه ورمحه ويفزع من غضبه وبأسه. ولكننا اليوم مع عنترة، ذلك الوحش العاشق المشتاق إلى حبيبته التي بعد دارها وغابت أخبارها وأخبار ربعها، وضاعت منازلهم في صحراء الجزيرة. فجاءك طائر متعب يبحث عن إلفه، قال عنترة: يا دار، أين ترحل السكان وغدت بهم من بعدنا الأضعان؟ بالأمس كان بك الظباء أوانسا، واليوم في عرصاتك الغربان. يا دار عبلة، أين خيم قومها لما سرت بهم المطي وبانوا؟ ناحت خميلات الأراك وقد بكى من وحشة نزلت عليه البان. يا دار، أرواح المنازل أهلها، فإذا نأوا تبكيهم الأبدان. يا صاحبي، سل ربع عبلة واجتهد إن كان للربع المحيل لسان. يا عبل، ما دام الوصال لياليا حتى دهانا بعده الهجران، ليت المنازل أخبرت مستخبرا أين استقر بأهلها الأوطان. يا طائرا، قد بات يندب إلفه وينوح وهو موله حيران. لو كنت مثلي ما لبست ملونا حسنا ولا مالت بك الأغصان. أين الخلي القلب ممن قلبه من حر نيران الجوام الآن؟ عرني جناحك واستعر دمعي الذي أفنى ولا يفنى له جريان، حتى أطير مسائلا عن عبلة إن كان يمكن مثلي الطيران. أيها المستمع الكريم، يتساءل الشاعر: أين رحل الربع الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض وفيهم محبوبته، وأين ذهبت بهم الركائب؟ ويقول أنه في زمن قريب كنت أرضا مملوءة بالحياة وبالربع الذين عاشوا فيك مطمئنين، والحيوانات الآنسة كالظباء، أما الآن أصبحت أرضا خاوية مهجورة لا ترى فيك إلا الغربان، وهي طيور تبعث الوحشة في النفس. يتخيل الشاعر أن كل شيء حزن لرحيلهم، حتى أشجار الصحراء بكت بل ناحت لفراقهم. ويقول الشاعر أن المنازل حية كالبشر، وأن أرواحها سكانها، فإذا هجروها بكت عليهم وحزنت وتألمت لفراقهم كما يألم الجسد عند خروج الروح. يتحدث الوحش عن ألمه وحزنه لفراق حبيبته ورحيل ربعها، وأنه كذلك الطائر الذي فقد إلفه، ولكنه كان يشعر بألم الفقد أكثر من هذا الطائر، ويقول له: لو كان يمكن أن تعيرني جناحك لأطير بحثا عن من أحب، وأعيرك دمعي الذي لا يكف جريانه حزنا على فراق محبوبتي وغيابها، كيف تعشق الوحوش؟ جزاكم الله خيرا، وطيب أيامكم، وفي أمان الله.